مرحبا فيك فاطمة عنب العقبة، وانت اليوم حاضرة معنا نشاطاتنا بنادي المناخ ومعنا بتصوير المبادرة. ليش اخترتوا نادي المناخ بالتحديد؟ أول شيء أنا كتير مبسوطة أكون اليوم معاكم. ليه عم نحكي نادي التغير المناخي؟ النادي التغير المناخي بيهدف أنه أول شيء نزيد الوعي والمعرفة بيشوفوا التغير المناخي عند الأطفال واليافعين، واثنين أنه نركز على شو هو التغير المناخي وتأثيره على الأردن. الهدف الأكبر بعد هيك أنه نخلق فرص ونساهم بتعزيز ومشاركة اليافعين والأطفال بالعمل المناخي بمجتمعاتهم، وأنتوا اليوم عم تثبتوا هذا الشيء لأنه عم تشتغلوا على هاي المبادرة. هاي المبادرة رح تساعد كتير أطفال بالعقبة إنهم يعرفوا أكثر عن شو التغير المناخي، شو تأثيره، تحديداً تأثيره على البيئة البحرية اللي هي أساس للحياة وأساس لبيئة العقبة.